بادئ ذي بدء من لم يشكر الناس لم يشكر الله. نشكر جمعية رؤى تكنولوجيا على ما تقدمه من مجهودات جبارة في شخص رئيسها السي عبد العزيز الزهري، والشكر موصول لكل من أسهم وساهم وكان سببا في وصول ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام وأصحاب كف البصر بشكل خاص إلى يعني على هذه الرعاية الكبيرة. ما يعانيه المكفوفون من انطلاقا من نفسي هو الحرمان من الاستقلالية التامة. مثال يعني كنجي كأنني أنا مثلا شخص كفيف، غنمشي مثلا الإدارة عامة اللي هي مثلا مقاطعة، عندي واحد البيعة أو لشرية، مثلا بغي نشري السيارة أو لا بغي نبيعها، أو لا عندي واحد العقد كراء بغي نحرره وبغي نصادق عليه، فكيقول لك لا أنت خصك تجيب جوج شهود. فهذه كتعطي للشخص الكفيف واحد الإحساس بأنه إنسان غير عاقل، بينما في المكفوفين كاين الناس اللي هما يعني دكاترة وأساتذة جامعيين ومجازين وناس اللي قارين تبارك الله على بال. فالسؤال ما خصنيش نقول ليه هو خصك تجيب جوج شهود. أول سؤال، واش الشريف عارف مثلا علاش غادي تسيني؟ علاش جاي على قبل هذه الوثيقة الفلانية اللي كتضمن العقد الفلاني اللي بيني وبين فلان، وأنا عارف علاش غادي نمضي هنا. لان علاش؟ لان كاين تطبيقات دابا في وسائل التكنولوجيا المعروفه، انني كنحط يعني نصور ورقه كيقراها لي التليفون، كنصور شي كنهضر معاك، يعني انا منطلقا من انني مسير مقاوله صغرى في العقار، يعني كان عندي امضاءات خاصه، كنمضي على 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 دفتر الشيكات، عندي عقود كنحررها، عندي يعني فواتير كنمضي عليها من غير الكاش ديال لا سوسيتي. فعارف راسي علاش انا غنسيني، علاش غنسيني؟ كنقرا هذيك الورقه اولا كنقرا هذاك الشيك، عارف انا هذاك المنطق. فانا يعني ولات واحد التطبيقات اللي هي مواكبه للمكفوفين بشكل خاص في هذا الباب. هذا من بين الوسائل كذلك، هي مثلا ملي كيمشي شخص للقطار باغي يركب في القطار، كيقول ليه لا خصك تجيب واحد وتخلص عليه ويديك. انا ما مثلا باغي نمشي لواحد المدينه، باغي نكون بوحدي، ما بغيتش شي واحد يمشي معايا. اللي معروف في القانون الدولي وفي الشركه وفي الدول المتقدمه هو ان في كل محطه ديال القطار كاينين موظفين خاصين بالمساعده للناس ذوي الاحتياجات الخاصه، كيوصلوا للمقعد ديالو وكيلونسيه للمحطه اللي غينزل فيها لانه راه جالس في المقعد الفلاني. ملي كيوصل للمحطه المعنيه كينزل كيستقبلوا الشخص الموظف، كذلك كيوصلوا حتى لخارج المحطه اما الطاكسي او للناس اللي كيتسناوه او لا كذا. هذا هو النموذج اللي ماشيين عليه. اما الان كتجي عند واحد الانسان بكل بساطه وكتقول ليه انت ما عندكش الحق تركب في القطار، يعني انا مرارا مرات كتولي انت برزقك وبالامان وباغي تخلص رزقك وكتخلص رزقك وكتسلت بحال انت ما مخلصش باش ما يحبسوكش في الباب وما يقولوش ويقولوا لك لا انت خصك تجيب اللي تخلص عليه وتديه معك. فهذه من الامور البسيطه اللي كيعانيها اي شخص كفيف. كذلك من بين الوسائل يعني التطبيقات لشركات كبرى معينه وابناك وكذا التي كتخلي ضروري هذاك الشخص الكفيف محتاج لواحد اللي كيشوف بعينيه باش يوصلو ولا يقضي ليه واحد الغرض او لا يقوم بحجز واحد الفندق او لا حجز تذكره الطائره او لا كذا. هو هذاك باغي يمشي لراسو، ما باغيش شي واحد يعرفه، محتاج للاستقلاليه التامه.